باش تستافد من التمارين الرياضيه ديالك كيف ما كانت، فمن الضروري انك خاصك تمارسها بكل نشاط وحيويه، وهذا النشاط والحيويه تقدر تدمرهم غير ببعض الاكلات اللي كتاكلهم قبل التمرين ديالك وانت ما عارفش باللي ما مزيانينش. اليوم غنشارك معاك 8 ديال الاكلات ما خاصكش تاكلهم نهائيا قبل التمرين. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تابونا وتخلي لايك وطاقي صحابك في التعليق، خلي كلشي يستافد. اولا غادي نبداو بالاطعمه الدهنيه بحال البرجر والشيبس والافوكا، حتى هي راه واخا صحيه راه غنيه بزاف بالدهون. وعلاش ما خاصكش تاكل هذا النوع من الماكله قبل التمرين؟ حيت بكل ببساطة كيتطلب وقت طويل في الهضم. تخيل معايا ملي كتاكل هاد الأطعمة قبل التمرين، جسمك كيضطر يقسم الطاقة ديالو على جوج ديال الأشياء، عملية الهضم من جهة والتمرين من جهة، وهادشي راه ما يمكنش، حيت هادشي غادي يخليك تعيا وتحس بالنعاس. من الأفضل الوجبات الدهنية خليها لوقت آخر من اليوم ديالك. ثانيا وهي الخضروات الصليبية. كلنا عارفين بلي الخضر الصليبية صحية وبزاف، وكنقصدوا بها البروكولي القنابيط والملفوف وزيد وزيد. هاد النوع من الخضر كيحتوي على سكر رافينوز اللي ما كيتهضمش إلا بحضور بكتيريا الأمعاء ديالنا اللي كتخمروا، وهاد التخمير هو اللي كيدير لنا الغازات. ايوا غادي تصور راسك كيفاش غادي ندوز هذه الحصه الرياضيه وكرشي من فوقها بالغازات. ثالثا الفول والبقوليات. حنا عارفين هذا النوع ديال الاكلات غنيه بالالياف اللي مفيده لنا بزاف، اللي كتعاوننا نقسم الوزن وكتعالج الامساك ايضا. ولكن الالياف اللي كاينه في الفول والبقوليات صعيبه في الهضم، وباش يهضمها الجسم ديالك كتسبب ليه في انتفاخات، وهكا كطيح في نفس المشكل ديال عدم الارتياح في الحصه الرياضيه ديالك. رابعا وهي الاطعمه الحمضيه بحال عصير الليمون والاكلات اللي كتصايب صلصه الطماطم واللي هي صوص طوم. هذا النوع من الماكله كيتسبب لنا في حرقة المعدة، لهذا من الأحسن ما تاكلوش قبل التمرين. خامسا وهي منتجات الألبان بحال الحليب والفخوماج بكل أنواعه، راه غنية باللاكتوز. دراسة بينات بلي 68% من الناس في العالم ما كيتحملوش اللاكتوز بلا ما يعرفوا، إذا كاين نسبة كبيرة تكون أنت واحد منهم. إلا كنتي منهم راك عارف شنو غادي يطرى لك إذا استهلكتي منتجات الألبان قبل التمرين. سادسا هما المقليات. هذه أكفس حاجة ممكن تاكلها قبل التمرين ديالك، حيت راها كتعذب المعدة ديالك باش تهضمها وغادي يخصها وقت طويل. وإلا كنتي واكل المقليات قبل التمرين راه غادي تحس غير بالعياء في التمرين ديالك. سابعا هي البيض. هذه فكره غلطه عند بزاف ديال الناس، وكنتمنى ما تكونش عندك حتى انت، هي انك تاكل البيض ما طيبش قبل التمرين باش زعما تربي العضلات اكثر. ايوا هذه راه فكره غلطه. الاحصائيات كتقول باللي الجسم كيمتص 90% من البروتينات اللي كاينه في البيض الطيب، في حين كيمتص غير 50% من البروتينات اللي كاينه في البيض الاخر. هادشي بلا ما ندويو على مشاكل الهضم اللي ممكن يسببها لك. ثامنا وهي المعجنات والحلويات. هاد النوع ديال الماكله كيكون غني بالسكر المكرر. انا عارف باللي انت كتاكلها باش زعما تعطيك الطاقه، ولكن هي كتعطيك واحد النوع من الطاقه اللي لحظيه، زعما كتعطيك الطاقه غير ديك ومن بعد كتحس براسك باللي خاصك تنعس وتما مشات لك الحصه الرياضيه ديالك. كانوا هادو 8 ديال الماكولات اللي غادي يضيعوا عليك المتعه وسط الحصه الرياضيه ديالك. ودير في بالك باللي حنا ماشي بحال بحال، ماشي حيت صاحبك كلاها وزادتو نشاط وحيويه راه حتى انت ادير لك نفس الحاجه. وإلا كنتي كتلقى صعوبه تحدد النظام الغذائي اللي يجي معاك، برنامج بادي جديد كيقدم لك انظمه غذائيه شخصيه وتمارين رياضيه خاصه بالبيت او الصاله الرياضيه. هادشي كامل باش توصل للهدف ديالك كيف ما كان. وما تنساش كاينه حتى المتابعه ايضا، وباش تسجل في البرنامج ما عليك الا تكليكي في الرابط اللي غادي تلقاه في صندوق الوصف. ما تضيعش هذه الفرصه لان صحتك هي راس مالك.